أجمل عبد الرازق مش بس بتمثل حلو وبتتقمص حلو، دايما عندي تخيل انك بتشاركي في رسم حتى شكل الشخصيه. انا عارف انه اكيد بيبقى فيه معاكي مخرجين هايلين وستايلست رائعين وشاطرين، بس واضح ان انت ليكي دور في اختيار المظهر بتاع الشخصيه. ساعات بعمل ده، يعني من الحاجات مثلا المميزه جدا كان في حرب كرموز. انا شفتها اول ما استاذ بيتر ميمي قال لي هو حتى الراجل ما كلمنيش في شكلها عامل ازاي. انا بيني وبين نفسي شفتها باروكه صفراء عامله كده والاحمر ده والفستان، سبحان الله رحت اول يوم ما هو كان لا مش ممكن. كل ده اول ما دخلت عليه قال لي غدا هو مين قلت له الصراحه انا اللي ابتهدت وحش اغيره، قال لي ده هايل هايل هايل. انا حسيتها. طب في كذا شخصيه ليكي كاركتر فيها شكل خارجي يعني مدروس جدا، زي كابوس. لا وهقول لك، حتى لو دور مثلا السيده الاولى، صحيح ان هي تبقى ست انيقه بس برضو كان في شخصيه مختلفه طبعًا. في رسم طبعا طبعا، حتى المشي النزله. فانا كنت دايما انزل سلالم واطلع سلالم ولابسه كعب، كنت باخد مجهود رهيب رهيب عشان ابقى ظابطه جسمي ورجليا، وانا نازله لازم ابقى نظري كده، ما اقدرش ابص كده. كان ادائك واداء الله يرحمه الممدوح عبد العليم كان جميل. كان في مباراه حلوه كده قوي قوي، وهو انسان جميل بشكل الله يرحمه الله يرحمه. والمسلسل كان معمول حلو قوي. وانت اكيد كنت شطوره جدا فيه. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.